اهلا بيكم. لما تيجي تبني السمارت هوم سيستم بتاعك في البيت هتحتاج تختار المنصة او البلاتفورم اللي على اساسها هتأسس نظام السمارت هوم. ولو جيت بصيت في السوق هتلاقي ماركات مشهورة زي امازون اليكسا وجوجل هوم وسمارت ثينجز وابل هوم، لكن الحقيقة ان الابل هوم فيه 5 مميزات بتميزه عن باقي البلاتفورمز بتاعت السمارت هوم، واللي بتخليه من انجح واقوى البلاتفورمز الموجودة في السوق. ده الكلام اللي هنتكلم فيه النهاردة، وياريت تتفرجوا معنا لاخر الحلقة، لان الميزة الخامسة اعتقد هي هتبقى اقوى واهم ميزة بالنسبة لنا في العالم العربي. وكمان هتكلم معاكم على انواع الاجهزة اللي ممكن نستخدمها كهب او مركز تحكم في السمارت هوم سيستم بتاع الابل هوم، وكمان هقول لكم ممكن تشتروها منين، فخليكم معانا عشان نقول كلام مهم. اول ميزه في السمارت هوم سيستم بتاع ابل هوم هو الابلكيشن بتاع الهوم نفسه. كعاده شركه ابل بتتميز بالتصميمات البسيطه اللي هي المينيمال واللي ما فيهاش كركبه كتير، فلو جيت بصيت على الابلكيشن هتلاقيه بيتبع نفس المدرسه دي. الابلكيشن شكله بسيط جدا وفي نفس الوقت قوي جدا وممكن يعمل لك كل اللي انت عايزه. الابلكيشن في العموم متقسم 3 سكاشن رئيسيه. اول سكشن بتاع الهوم اللي هو بيديك نظره عامه عن البيت زي درجات الحراره وايه الاجهزه اللي شغاله عندك في البيت وايه الابواب المفتوحه، وكمان بيديك ملخص عن السينز او المشاهد والاجهزه والكاميرات اللي انت حطيتها في السكشن بتاع الفيفوريتس. تاني سكشن بتاع الاوض، وده اللي من خلاله بتقدر تقلب في الاوض اللي موجوده في البيت وتتفرج وتتحكم في الاجهزه وفي المشاهد اللي موجوده في كل اوضه. وثالث سكشن بتاع الاوتوميشن اللي من خلاله بتقدر تبرمج الاجهزه بتاعتك في البيت انها تتصرف بشكل تلقائي طبقا لاوامر انت كنت محددها مسبقا. تاني ميزه هي سهوله اضافه الاجهزه للابل هوم سيستم. الاجهزه المتصنعه عشان تشتغل مع الابل هوم هتلاقي على العلبه بتاعتها في كيو ار كود، وعشان تضيف الجهاز ده للابل هوم سيستم كل اللي عليك تعمله ان انت تفتح الابلكيشن بتاع الابل هوم وتدوس على علامه البلس اللي فوق على الشمال فيفتح لك الكاميرا بتاعه التليفون، وانت هتوجه الكاميرا على الكيو ار كود اللي موجود على علبه الجهاز، والهوم ابلكيشن هيزود او هيوصل الجهاز ده للابل هوم سيستم بتاعك. ولو انت قلقان ان مش كل الاجهزه اللي موجوده في السوق بتتوافق او بتشتغل بشكل طبيعي مع الابل هوم، فممكن تحل المشكله دي انك تستخدم سيرفر الهوم بريدج اللي عنده قدره ان هو يوصل اي اكسسوري او جهاز مش متوافق مع ابل ويخليه يشتغل مع الابل هوم كيت كانه هو جهاز او اكسسوري اوريجينال بالظبط. موضوع الهوم بريدج ده كنا شرحناه في حلقه بالتفصيل في حلقه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تنزلوا تتفرجوا عليها. ثالث ميزه هي قوه الاوتوميشن او التحكم الذاتي. الاوتوميشن في الابل هوم اقوى بكتير من الاوتوميشن اللي ممكن تاخده من اليكسا او من جوجل هوم، وده لانه بيديك عدد اكبر من التريجرز والكونديشنز ممكن تلعب بيها وتعمل بيها الاوتوميشنز اللي انت عايزها، وخصوصا بعد ما شركه ابل اشترت الابلكيشن بتاع شورت كاتس ونزلته مجانا على الاب ستور. الشورت كاتس اب ده برنامج قوي جدا ممكن تعمل بيه اوتوميشنز متقدمه سواء في السمارت هوم بتاعك او حتى على التليفون نفسه، ممكن يربط لك اي حاجه باي حاجه. ان شاء الله هيبقى في حلقات جايه مخصوص هنشرح فيها ازاي تعمل اوتوميشنز بالشورت كاتس اب وتستفيد منه اقصى استفاده ممكنه. رابع ميزه في الابل هوم هو البريزنت سنسور او سنسور الحضور. يعني ايه الكلام ده؟ الابل هوم عنده القدره ان هو يعرف موقعك سواء انت جوه البيت او بره البيت من خلال موقع الموبايل بتاعك، فالمعلومه دي ممكن تستخدم في انك تعمل اوتوميشنز مفيده جدا. يعني على سبيل المثال ممكن تبرمج البيت بتاعك ان لو كل افراد الاسره مشوا وخرجوا بره باب البيت، البيت يقفل الانوار المنسيه، يقفل التلفزيون، يفصل التكييفات ويتربس الباب، وكمان يشغل المود بتاع الريكورد او التسجيل في كاميرات المراقبه. وافكار تانية كتير للاوتوميشن ممكن تنفذها باستغلال معلومه انت موجود في البيت ولا لا، والميزه دي مش موجوده لا في اليكسا ولا في جوجل. خامس ميزه في الابل هوم ان الابل هوم بيدعم اللغه العربيه. يعني ممكن الفويس اسيستنت او المساعد الصوتي بتاع الابل هوم اللي هو سيري يسمعك وانت بتتكلم عربي ويرد عليك بالعربي. عشان تنفذ الموضوع ده محتاج تدخل على السيتنجز بتاعت الايفون وتخش على الاوبشن بتاع سيري اند سيرش وتروح على لانجوج وتغير اللانجوج للغه العربيه. تعالوا بقى نشوف الموضوع ده بيشتغل ازاي. اطفئ جميع الاضواء في المنزل. حسنا، الاضواء قيد الايقاف. اغلق ستائر المطبخ. شغل اضاءه السرير باللون الاخضر. تفضل. بالنسبة للأجهزة اللي ممكن تستخدمها كهب أو وحدة تحكم في السيستم بتاعة الأبل هوم، فأنت عندك 3 أجهزة رئيسية، يا إما الأبل تي في، يا إما الهوم بود ميني، يا إما أي آيباد عندك.
لكن في حالة الايباد لازم تخلي بالك ان هو يفضل متوصل بالشحن او متوصل بالكهرباء وواصل بالواي فاي وجوه حدود البيت علشان ما يفصلش، لان الايباد لو فصل السيستم بتاع البيت كله هيقع. اما على الاجهزة اللي ممكن تتواصل من خلالها مع الابل هوم بتاعك، فهو يا اما من خلال الايفون يا من خلال الايباد يا الهوم بود ميني يا اما الابل ووتش. وعلى ذكر الاجهزة دي، فانا عايز اقول لكم ان انا لقيت شركة فتحت جديد في مصر اسمها زي هوم، والناس دي متخصصة في انها بتبيع اجهزة او اكسسوارز مختصة بالسمارت هوم، ومركزين على الحاجات بتاعة الابل هوم وعلى سمارت تينجز. وانا تواصلت معهم بشكل شخصي ولقيتهم ناس محترمة بصراحة، وعاملين ويب سايت محترم جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن علشان اللي حابب يخش يتفرج على المنتجات اللي عندهم وعلى الاسعار او يشتري من عندهم حاجة. واكتر حاجة بصراحة هم بيتميزوا بيها انهم بيقدموا خدمة ما بعد البيع او افتر سيل كاستمر سيرفيس، يعني مش مجرد بيبيع لك الحاجة ويسيبك، لا، ده هو ممكن يقدم لك نصيحة او خدمة او استشارة ازاي تستخدم الاجهزة دي وازاي تعملها انتجريشن او تكامل مع بقية الاجهزة اللي في السمارت هوم سيستم بتاعك. وعندهم كمان خدمة انهم ممكن يجوا البيت عندك زيارة منزلية ويعينوا البيت بتاعك ويدوك نصيحة ايه الاجهزة اللي ممكن تنفع تركبها عندك. فزي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن اللي عايز يخش يتفرج على المنتجات اللي عندهم. ودي كانت فكرة سريعة عن الخمس اسباب اللي بتميز الابل هوم عن بقية السمارت هوم سيستم زي اليكسا او جوجل او سمارت ثينجز. يا ريت لو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعموا القناة انكم تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. ولو عندكم اي استفسارات او اقتراحات تسيبوها لنا على الجروب المناقشات بتاعنا على الفيسبوك او على صفحتنا على الفيسبوك، وبرضه هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن. واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.